السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام نبدأ بالصلاة في كتاب المنهاج. اللهم يسر علينا رب العالمين. حبك الله بالبراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل لصلاته أركان، أحدها النية، وهذا لأنه عمل وكل عمل يفتقر إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله الوجه خالص ولا تدع لأحد فيه شيء. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن كل عمل يفتقر إلى نية. ووقتها يعني وقت النية، يعني وقت النية ووقتها كغيرها، أي مع تكبيرة الإحرام، إما تكون قبل أو بعد. لأننا قلنا بأن مسألة النية هناك اختلاف بين العلماء، هي ركن أم هي شرط؟ وإن كان الراجح الصحيح الذي ندين الله به بركنية النية، والنية تقترن بالتكبيرة الأولى في صلاة الجنازة. وتكفي نية الفرض، أي لا يحتاج إلى أن يتعرض لها أن تكون فرض كفاية أو فرض عين، لأن نية الفرض في هذا المقام تغني عن ذلك. وقيل تشترط نية الفرض الكفاية، عليكم السلام وبركاته، أي يشترط أن ينتوي أن تكون نية، أن تكون النية هي نية الفرض، فرض الكفاية، حتى تتميز الصلاة، صلاة الجنازة تتميز بأنها فرض كفاية عن فرض العين. قال المصنف: ولا يجب تعيين الميت، يعني لا يجب أن يقول أنه يصلي على زيد أو على عمرو أو على غيره، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجب تعيين الميت لأنه إذا انتوى الصلاة فيكفيه مطلق النية في ذلك أنه يصلي على ميت ليشفع فيه، وهذا جائز، بخلاف أن تكون صلاة غائب، فصلاة الغائب لابد من تعيينه بقلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم قال يعني الله قال مات أخوكم أصحما، ثم قام فصلى بهم. فإن عين، قال المصنف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن عين أي الميت وأخطأ بأن نوى الصلاة على زيد، فبان عمرا أو بان خالدا، بطلت، لأنه لم يحضر ما نواه ولو أشار، كانت الإشارة فيها تكفي. وصراحة يعني إذا قلنا أنه عين زيدا فبان عمرا بطلت، هذه مسألة فيها نظر، هذه مسألة كان المذهب المعتمد فيه أنها تبطل، هذه مسألة فيها نظر. وإلا فالمسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم. فهو حتى لو صلى على عمرو وبان أحمد، بان خالدا، هو يصلي على ميت، والمسألة في الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاث صفوف شفعهم الله فيه، وفي رواية: من صلى عليه ثلاث رجال شفعهم الله فيه. فهذه مسألة صراحة أن يقال، لأنه لو صلى على عمرو وكان قد انتوى زيدا الصلاة تبطل، هذه مسألة فيها نظر كبير، هذه مسألة فيها نظر كبير. وإلا أطلقات الأحاديث تثبت بأن الصلاة على الميت تغني وتجزئ في ذلك ويكتفي.
نعم. قال: وإن حضر موتى نواهم، أي سواء عرف العدد أم لم يعرف العدد، المهم أنه يصلي على الموتى، وهذا هو الصحيح. إطلاقات الأحاديث والآثار تثبت ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني، يعني ثاني أركان الصلاة، الثاني 4 تكبيرات لدوامه صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه لما قال: مات أخوكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أصحاب فصفهم صفوفا ثم قام فصلى فكبر 4 تكبيرات. ولما صلى على المرأة التي ماتت في الليل وكانت تقوم المسجد، صفهم صف من خلفه وكبر أكبر 4 تكبيرات ومضى على ذلك. قال: الثاني 4 تكبيرات لتوام النبي وسلم في ذلك. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضانا عن النبي وسلم من هذا الشيء في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. فإن خمس، يعني زاد واحدة، فإن خمس عامدا لم تبطل في الأصح. وذلك لأنه في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وأنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. فقد ثبت عليه السلام أنه كبر 5، وإن كان الغالب في التكبير هو 4. فالمعتمد أنه لم تبطل في الأصح، والثاني تبطل لزيادة التكبيرة، وزيادة التكبيرة كزيادة الركعة قياسا عليها. والصحيح الراجح أن القياس هنا قياس مع الفارق، لأن أصل الصلاة على الميت هو كثرة هو أن يشفعهم الله فيه، فكثرة الدعاء له، وهذا يكون بأكثر من تكبيرة. قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه كبر 7 وكبر 9، فالصحيح بأنها لأن الأصل فيها أنها على الدعاء، لذلك يتسامح في مثل ذلك. فلو كبر 7 أو 9 وصح الصحة، أما إن كان ناسيا فإن صلاته لا تبطل جزما، لو زاد فيها تكبيرات ناسيا لا تبطل جزما. نعم. قال: ولو خمس إمامه لم يتابع في الأصح، لو خمس إمامه لم يتابع في الأصح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد، تتغيب كثيرا شيخ محمد، وتأتي تارة وتترك تارة، وهذا التقاعس فيه ما فيه من النظر. قال: ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح. وهذا على الأساس أن المسنون 4 تكبيرات، فلو خمس يعني زاد 5، كأنه قام الإمام ساهيا لركعة، فالمأموم ينتظر حتى، لأنه لو قام زائدا عالما فتبطل صلاته بذلك. فهم يرون على أنه لا يتابع في ذلك، لأن الإمام لا يتابع إلا في الصحة، والزيادة ليست بصحة. هذه الوجهة الفقهية عندنا، ولأنها زيادة غير مسنونة، بل ينتظر حتى يسلم مع الإمام. يعني هو له حالتان خياران: المأموم إذا زاد الإمام تكبيرة فإنه ينتظر حتى ينتهي الإمام من تكبيرته فيسلم الإمام فيسلم معه، أو أنه يسلم وحده منفردا. وقوله في الأصح، إذن القول الثاني يتابعه للتأكد في المتابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عونك يا محمد، شفاك الله عافاك، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك وألبسك ثوب الصحة والعافية، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. نعم. الثاني يتابعه لتأكد المتابعة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، لا سيما وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبر التكبيرة 5. الرابع، اللهم صل وسلم، الرابع قراءة الفاتحة، لأن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قرأ بها وقال: لتعلموا أنها سنة.
قال لتعلموا أنها سنة، كما في البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة. فالتكبيرة الأولى يكون فيها قراءة الفاتحة، قال بعد الأولى، وهذا للاتباع كما راه أيضا الشافعي واستشهد به الحاكم عن أبي أمامة ابن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة من صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. وفي رواية ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامهم. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكان يسلم تسليما واحدا، ووافقه الذهبي في قوله على شرطهما، وأيضا رواه البياقي في السنن. وهذا حديث مهم جدا لأنه يعني عز على كثير من الإخوة أن يعرف هذا الحديث لأنه أصل في المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو رواية الحاكم بأن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السنة يقرأ الفاتحة ويقرأ في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الميت، والأصل أنها دعاء للميت في الثالثة وفي الرابعة. نعم، وإن كان في الرابعة ورد الدعاء الخاص وسيأتي إن شاء الله. ثم يسلم تسليما خفيفا. قال المصنف رحمه الله تعالى قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم، والأصل أنها تقرأ في الصلاة. والمعنى أنه لو أخر قراءتها في التكبيرة الثانية تجزئ، والأصل أنه الفاتحة يعني لو نظرنا إليها فقهيا الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح إجابة الدعاء. الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مفتاح دعاء استجابة الدعاء. لابد أن تفهم ماذا يعني هو الأصل في ذلك، بأن الفاتحة أن الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أصل أو مفتاح استجابة الدعاء. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو ولم وما أثنى على الله إلا في علاه ثناء حسنا ولم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، عجل هذا، تعجل، لم يأخذ بالأسباب الصحيحة التي بها يعني يستجاب له دعاؤه. فأصل الفاتحة والصلاة عليه وسلم هي مفتاح استجابة دعاء المرء، وهو يصلي ليدعو. يعني هذه الصلاة المخصوصة أصالة الأصل في هذه الصلاة هو الدعاء للميت يشفعهم الله فيه. تجزئ الفاتحة كما قلنا، فلذلك القراءة في الثانية والصلاة عليه وسلم فهذه تجزئ تسد يعني تكون مفتاحا لاستجابة الدعاء للميت. وأيضا عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. يعني لا يقرأ قرآنا إلا في التكبيرة الأولى، وقراءة القرآن في التكبيرة الأولى على الفاتحة. فرع ولا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة كما في الصلاة الأخرى. لما؟ لأنه تخفيف التكبيرات، هذا المقصود تخفيف التكبيرات ثم التطويل في الشفاعة في الدعاء للميت، لأن هذا حق الميت على المسلمين جميعا.
ولأنه الآن مقبل على أمر يعني جلل، فلا بد أن يكون بالإعانة مسددا بالدعاء وغير ذلك، كما قال عمرو بن العاص: فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب ثم قفوا عند قبري مقدار ذبح جزور، أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. فهو في موقف جلل أحوج ما يكون إلى الدعاء، لذلك التخفيف في كل التكبير هو طبعا بالنسبة للفاتحة لا تكون إلا في التكبيرة الأولى يا شيخ محمد. فهل إذا قصدت هل تفيد الفاتحة بمعنى أن يكون الرجل جاء متأخرا في التكبيرة الرابعة وما أدرك إلا الفاتحة وقاموا بالجنازة فسلم الموت، هل تفيده؟ نعم تفيده إذا كان ينتهي بذلك اهدنا الصراط المستقيم، وأن يكون الله تعالى قد يعني جعله ذلك، وأن يكون الله تعالى جنبه طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. وإياكم، جزاكم الله خيرا إيمان. بعد الصلاة لا تفيد بشيء، بعد الصلاة لا تفيد بشيء بحال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من السنة كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. لأنه قال فيها كما قلنا في رواية الحاكم قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو أمامة في حديث أبي أمامة الذي أتينا به آنفا. فتكون في الثانية، وفي الثاني أنه أيضا في أي تكبيرة من التكبيرات. نعم، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب. قيل الثاني تجب لأنها تجب، والصحيح أنها لا تجب، هذا الراجح الصحيح. والصلاة عليه وسلم كما قلنا الوجهة فيها أو العلة الفقهية كما قلنا قبل ذلك بناها مفتاح لتقبل الدعاء أو لقبول الدعاء، ويمكن أن نفرع على ذلك بأنه يندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على عقب الصلاة على الأصح تقريبا للإجابة. والحق بأن العلماء علماءنا في المذهب يقولون لا يشترط التكبير في هذه الثلاثة، لا يشترط الترتيب في هذه الثلاثة. يعني لو ابتدى بالصلاة عليه وسلم ثم ثنى بالفاتحة صح، لو ابتدى بالفاتحة ثم ثنى، لو ابتدى بالدعاء ثم ثنى بالصلاة ثم بالفاتحة صح. وإن كان الأولى والصحيح الذي أدين الله به أنه يبدأ بالثناء على الله الذي في علاه كما في خطبة الجمعة، وأن الركن الأول الأصيل في هذا الباب وقالوا في الترتيب الثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الدعاء للميت. قال والسادس، يعني الركن السادس، الدعاء للميت، ولأنه المقصود الأزمة ولأنه المقصود الأعظم والأسمى من صلاة الجنازة وهو الإخلاص في الدعاء للميت، وأيضا شدة الإلحاح على الله جل في علاه بأن يغفر الله له فيدعو له للمؤمن والمؤمنات بعد الثالثة على الأصح، هذا محل الدعاء. والتأكيد المعتمد في المذهب كما قلنا الترتيب، والمعتمد أيضا أنه لا يجزئه إلا أن تكون في الثالثة الدعاء. وقيل لا يعني يصح ألا تكون مرتبة، والصحيح الراجح أنها تكون مرتبة تكون في الثالثة. والسنة في الدعاء ما قاله أبو هريرة في حديث السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. السابع، الركن السابع، القيام على المذهب إن قدر. نعم، والقيام على المذهب لأنها صلاة واجبة، هي فرض، وإن كانت فرض كفاية لكنها فرض تأخذ حكم الفرض، فيجب فيها القيام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقال صلي قائما، وهذا واجب الصلاة قائما لأنها صلاة مفروضة
وقيل وجهان، أحدهما إلحاقها بالنافلة فيصح أن يصليها جالسا، والثاني إن تعينت عليه لم تصح إلا قائما وإلا صحت قاعدا. والصحيح الراجح في كل ذلك أنها لم تصح إلا قائما إلا أن يكون مريضا، لأنها في الجملة فرض، لأنها في الجملة فرض، والفرض الأصل فيه كما قال الإمام كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويسن رفع يديه في التكبيرات، ويسن رفع يديه في التكبيرات، يعني حذو المنكبين والأطراف الأصابع تكون حذو الأذنين، جمعا بين روايتين أتت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد كل تكبيرة برفع اليدين يضع يديه على صدره كما هو الأصل في الصلاة. وهذا لنا فيه سنة رفع اليدين، لأنهم قالوا الرفع لا يكون إلا في تكبيرة الإحرام، وقد أبعدوا عن السنة. والسنة حقا رفع اليدين في كل تكبيرة لأثر ولقياس، أما الأثر فهو عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كما رواه الشافعي وغيره بأنه كان في تكبيرات الجنائز كان يكبر مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة. وهذا الأثر ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وإياكم. والثاني هو القياس على الصلاة بأن السلام كان مع كل تكبيرة يرفع يديه حذو منكبيه. قال: وإصرار القراءة، طبعا لأنه مر علينا حديث أبي أمامة بأنه كان يقرأ الفاتحة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، وكان يستسر بالقراءة ويستسر بالسلام سلاما خفيفا. وقيل يجهر ليلا لأنها صلاة ليل، وصححه جماعة من عندنا من أئمتنا في المذهب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فتكون سرا باتفاق، والأصح أنها لو كانت ليلا أو نهارا لا تكون إلا سرا، لم يرد عن السلام الجهر بها بحال من الأحوال. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البقيع وصلى على الأموات وذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولو أجهر لبينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالصحيح الراجح خلافا للمذهب بأنه يصلي سرا سواء كانت ليلا أو نهارا. وكما قلنا ولأن المطلوب الأسمى من صلاة الجنائز هي الدعاء، ولو الأصح ندب التعوذ يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأجل القراءة ولأنه ليس بالتطويل. احنا قلنا الأصل التخفيف في كل تكبيرة إلا الدعاء، هذا الأصل في الصلاة على الميت لأنها شفاعة. وأما الاستعاذة فلعموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا قياسا على أصل الصلاة. قال: والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح، طبعا دون الافتتاح يعني دون دعاء الافتتاح، لأن دعاء الافتتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب تطويل. وأنت قلنا كل هذا التطويل الأصل فيه أن يكون للميت، التطويل هذا الأفضل والأصل فيه أن يكون للميت. وقيل الثاني يستحب كالتأمين، والثالث لا يستحبان بخلاف التأمين، والصحيح أنه لا يستحب، الصحيح الراجح أنه لا يستحب، لكن الاستعاذة للقراءة. ويقول قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقول في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك، يعني لآخر الدعاء المعروف الطويل عن النبي، هم يقولون بأنه دعاء استحبابا مرفوعا ويقدم عليه أي استحبابا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. طبعا يقدم عليه هذا فيه نظر، لأن أنا الآن أشفع له هو، فيقدم هو، وإن كان في المذهب قال يقدم على الدعاء من باب التهيئة للدعاء له خاصة.
وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وهذا الدعاء رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم ايضا في المستدرك عن عائشه. واما في الطفل فيقول مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطا لابويه، وسلفا وذخرا، وعظة واعتبارا، وشفيعا، وثقل به موازينهما، وافرغ الصبر على قلوبهما، وايضا لا تفتنهما بعده. ويقول في الرابعه، طبعا كل ذلك على اساس انه الاثر في الدعاء للابوين والطفل. كان ورد عن ابي هريره انه دعا، يعني ان الله يقيه ضمة القبر، وضمة القبر لا ينجو منها احد، كما قال السلام: ان للقبر ضمة لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ، ان للقبر ضمة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. اللهم هون علينا. ويقول في الرابعه، يعني التكبيره الرابعه: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. وهذا لانه ورد على عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويستحب التطويل، تطويل الدعاء في ذلك، لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازه قال: اللهم عبدك، يعني هذا، اللهم عبدك وابن عبدك، كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدك ورسولك، وانت اعلم به مني، ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فاغفر له، ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. وايضا ورد اثار اخرى في الادعيه: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، الى اخر الدعاء: اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وولدا خيرا من ولده، وان كان رجلا فزوجا غير من زوجه. وبعض العلماء يعمم ان كان رجلا او امراه، يعني زوجا غير من زوجه، في يعني والمعنى زوجا خير من زوجه، ان قلنا بانها تكون لاخر زوج لها، ان يجعله احسن خلقا مما كان عليه، واحسن مرتبه ومنزله مما كان عليه. نعم. وان كان الاسلم ان يفرد ذلك للرجال دون النساء. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر امامه اخرى بطلت صلاته. يعني لو اطال، وهذا قياسا على انه يكون قد تخلف عنه بركعه، لانهم يرون بان كل تكبيره تنزل منزله الركعه، ويكبر المسبوق ويقرا الفاتحه وان كان الامام في غيرها. يعني تكون اذا كان مسبوقا فاول تكبيره له هي اول صلاته، وان كانت اخر صلاه الامام كما في الصلاة العادية. فلا بد أن يراعي المأموم ترتيب نفسه، فتكون أول التكبيرة له بأن يبدأ بأن يقرأ الفاتحة. ولو كبر، قال المصنف رحمه الله تعالى، ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. قال: ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، على السنة ولو دخل معه فسبقه فكبر للثانية سقطت كالركوع، كأنه أدركه في الركوع. ففي الركوع كما قلنا بأنه إما أن يستتم القراءة وإما أن يركع، فهذه أيضا في هذا الباب على الأصل. قال: وإن كبر قبل شوية في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. وإن كان أنا أدين الله بأنه يقرأ يتم قراءة الفاتحة كما قلت، لأن الفائدة المهمة في هذا الباب بأن الفاتحة هي مفتاح الدعاء، مفتاح استجابة الدعاء، فيستتم قارئا
كما في الف... في في ال... ال... الصلاة. هو هنا قال كما قلنا هي الحاق التكبير بالركوع، كما لو ركع الإمام في سائر الصلاة عقب إحرام المسبوق فإنه يركع معه، وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح. وهذا كله الخلاف فيه كالخلاف فيما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة. وقد قلت أن استتمام القراءة هي الأفضل، استتمام القراءة هي الأفضل، وما ذاك إلا للحكمة، لأن الفاتحة كما قلنا بمثابة الاستفتاح بالثناء على الله جل في علاه حتى يشفعه الله فيه. وإن سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات كما في الصلاة، لأنها أول صلاة. لو دخل في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الثالثة، فالأولى بالنسبة له، الثالثة بالنسبة للإمام، فيكبر معه الثانية، فيبقى عليه تكبيرتان، جزاكم الله خير شيخ داود، فتقبع عليه تكبيرتان فيصلي ما سبق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما في صحيح رواية النبي صلى الله عليه وسلم صلي ما سبقك واقضي ما فاتك. وورد هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، لأنه لابد أن تكون عليه السكينة وأيضا الوقار، فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقضي ما سبقك. فهو هنا يقضي، لكن لابد أن نقول بأنه عند يعني ألفت الانتباه إلى أن مسألة القضاء هذه عندما يكون السرير موجودا ما زال يعني لم تحمل، لكن لو حملت الجنازة يقضي على ماذا؟ لو حملت الجنازة يسلم، فيكثر من الدعاء ويسلم، هذا الراجح الصحيح. أما إن بقيت الجنازة ويأخذون وقتا في حملها فهو يكبر يدرك ما سبقه، فيكبر الثالثة ويكبر أيضا الرابعة، يشغل نفسه بكثرة الدعاء للميت وأن يخلص للدعاء له. وفي قول لا تشترط الأذكار، لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت وقت التطويل، كما قلت أنه يكبر ثم يكبر ويدعو. أما إذا غلب على ظن أنهم سيحملونها سريعا فيكبر ثم يكبر فيدرك التكبيرتين وتستتم صلاته بذلك. قال ويشترط شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما، لأن الله تعالى يعني سماها صلاة، ولأن السلام سماها صلاة، وإن لم تكن فيها الركوع ولا السجود لكنها صلاة، فهي إن كانت صلاة فهي تأخذ حكم الصلاة، بل عندنا في المذهب جزء الصلاة يأخذ حكم الصلاة، فسجود التلاوة أو سجود الشكر يشترط فيه ما يشترط في الصلاة باستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وغير ذلك. قال ويشترط شروط الصلاة للجماعة كسائر الصلاة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبب 27 درجة، ويسقط فرضها بواحد، ولأنه لا يشترط فيها الجماعة، ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فهو إجماع منهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل وقيل ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، ولم يكن لهم إمام، لم يأمهم أحد. وهذا مجمع عليه، وإن كان الحديث فيه كلام لكن مجمع عليه. وقيل يجب اثنان لحصول الاجتماع بهما، وقيل ثلاثة لأنه أقل الجمع، وقيل أربعة، والصحيح الراجح ما كان في المذهب، والصحيح الراجح ما كان في المذهب ويتسقط بواحد. نعم. قال المصنف ولا يسقط بالنساء هناك رجال وهناك رجال، يعني لا يسقط الصلاة عليه بالنساء، يعني لو صلينا عليه لا تسقط الصلاة عليهم، احنا قلنا فرض كفاية فلا تسقط عنهم بصلاة النساء مع وجود الرجال. فقوله قول المصنف وهناك رجال فيها دلالة واضحة جدا على القيد، يعني إن لم يكن هناك رجال تسقط، أيوة كذا رجل واحد في الأصح نظر للميت، فإن دعاء الرجال أقرب إلى الإجابة وأهلية الرجال للعبادة أكمل من النساء.
والثاني تسقط لصحة صلاتهن وجماعتهن. والحق بأنه احترز بقوله هناك رجال عما إذا لم يكونوا هناك، فإنهن يصلين للضرورة منفردات وتسقط بهن. والراجح الثاني وأنها تسقط بهن، الراجح الثاني هي لم نعم نعم أعرف يا أبا الوليد، الآن سننتهي. فرع الخنثى كالمرأة، والخنثى تنزل منزلة المرأة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فرع تسقط بصلاة الصبي المميز على الأصح، لأن الخنثى تنزل ينزل منزلته. قال ويصلي على الغائب عن البلد. نتوقف هنا للصلاة.